أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الثانويات العامة، السلام عليكم ورحمة الله. يعني في البداية أنا عامل نموذج لامتحان آخر العام بالضبط، يعني هو ده النموذج عشان ما تبصش في أي نماذج تانية الوزارة غير مسؤولة عنها. النموذج بتاع الامتحان طبعا إن شاء الله، بس في البداية أحب أطمنكم إن امتحان جاي سهل جدا، وفي مستوى الطالب اللي هو العادي والمتوسط والطالب المتميز، يعني كل المستويات دي إن شاء الله بتحل. أي طالب مهما كانت مذاكرته، إن شاء الله مش مذاكر المنهج كله، حتى لو مذاكر 4 فصول 5 فصول، إن شاء الله هيحل وهينجح. يعني دي في البداية، وما نبصش للنماذج أو الأسئلة اللي هي بتيجي صعبة قوي. ما فيش حاجة اسمها أسئلة صعبة بتيجي في امتحان آخر السنة، فإن شاء الله هيبقى ختامها مسك يوم 30/6 إن شاء الله. أول ما تمسك كده ورقة الأسئلة الصبح الساعة 9 كده، يعني تقرأ الورقة أنت نفسك هتشوف الامتحان مستواه إيه، هتلاقي الفرحة والابتسامة بقت على وشك كده بالخط العريض. ليه؟ لأن هتلاقي كل الأسئلة أو معظمها إن شاء الله بتحلها. بس نصيحتي لولادي طلبة وطلبات الثانوية العامة إن أنا أقرأ السؤال كذا مرة، يعني ما استعجلش. في ناس عاملين كده زي الطلقة، أول ما يقرأ السؤال مثلا ما يكملوش، يقول خلاص هي دي الإجابة وتطلع الإجابة خطأ، خاصة في إجابات الاختيارات أو الصح وخطأ، دي بتبقى محتاجة قراية السؤال كذا مرة من أول كلمة لآخر كلمة، خاصة في الصح والغلط، لأن احتمال تطلع الكلمة الخطأ آخر كلمة في السؤال، فيبقى لازم أقرأ بتأني فهم صيغة السؤال بتتوقف عليه الإجابة الصحيحة. هقرأ بسرعة هجاوب خطأ، إجابتي تبقى في نقط 1 2 3 4. أنا مش عايز نظام موضوع التعبير في الإجابات بما تفسر يعني ذكر السبب، اقرأ 1 2 3 4، دلل نفس الحكاية. وهناك فرق بين سؤال بما تفسر وسؤال دلل، اللي الكثير من ولادنا بيقعوا فيه. بما تفسر يعني أنا هدي مثال، بما تفسر تفوق محمد في الثانوية العامة، هنا هقول أسباب التفوق: ذاكر كويس، نظم وقته، حل أسئلة امتحانات كتيرة، أسرته يعني وفرت له الجو المناسب للعمل والمذاكرة. يبقى أنا قلت 4 أسباب، أنت ممكن تزود. طب لو قال دلل تفوق محمد في الثانوية العامة، هقول له عشان ذاكر كويس وحل امتحانات كتير. انا بقول دلل، اديني الدليل على ان محمد ده تفوق في الثانويه العامه. اقول مثلا جاب ان شاء الله 99%، دخل كليه من كليات القمه، ولتكن مثلا سياسه واقتصاد او اعلام او اي كليه من الكليات اللي انتوا ان شاء الله نفسكم تدخلوها. يبقى هناك فرق بين ايه وايه، بما تفسر ودلل. كتير من ولادنا ما بيعرفش الفرق بين السؤال ده والسؤال ده ويحلوا، وللاسف بعض المدرسين يقولوا للولاد ايه ان سؤال دلل زي بما تفسر نفس الاجابه. لا، مش هي نفس الاجابه خالص، دي اجابه ودي اجابه. انا اديتك مثل، على مثلا لو محمد هو في الثانويه العامه، قلت بما تفسر تفوق يبقى اسباب التفوق، دلل تفوق محمد في الثانويه العامه، يبقى اديني الدليل على التفوق. ان شاء الله امتحان 100% ان شاء الله كلكم يعني تخرجوا منه مبسوطين باذن الله. احنا معايا نموذج امتحان بيتكون من 4 أسئلة، وال4 أسئلة إجباري، ولذلك أنت ما تيجي تشوف هنا في البداية هنا إيه؟ بقول أجب عن الأسئلة الآتية. هم 4 أسئلة، الامتحان من 60 درجة، كل سؤال ب15 إيه؟ درجة. السؤال الأول بيتكون من ألف وب وطبعاً إيه؟ وجيم، والسؤال الثاني الثالث الرابع نفس الحكاية، كل سؤال 15 درجة، وكل سؤال بيتكون من ألف وب وجيم. نبدأ في السؤال الأول، بيقول إيه؟ تخير الإجابة الصحيحة من بين الأقواس لكل عبارة مما يأتي. طبعا برضو في البداية أحب أقول أسئلة تخير الإجابة والصح والخطأ تصحح الإجابة الأولى فقط، يعني الطالب لو جاوب عن السؤال ده كذا مرة ما بتتصححش، هي بتتصحح الإجابة الأولى بس. فما يجي يشوف مثلا هنا يقول إيه؟ تدهورت التجارة في مصر قبل الحملة الفرنسية بسبب. أنا هنا بفتح القوس وأشوف، بيقول هنا الحروب النابليونية، ضعف المماليك، الكشوف الجغرافية، حرب الشام. السؤال هنا عايز تفكير شوية،
لان هو قد يكون مكتوب في كتاب المدرسة بصيغة ايه تاني، يقول لك مثلا تدهورت التجارة في مصر قبل الحملة الفرنسية بسبب ايه. ما انا عايز افكر شوية، ما انا مش هديك سؤال مباشر، هل هي الحروب النابليونية، حروب نابليون في اوروبا والثورة الفرنسية لها علاقة بتدهور التجارة في مصر؟ لا. ضعف المماليك؟ لا طبعا، ما هو السبب ده هو اللي خلى المماليك دولتهم تبقى ضعيفة. طب الكشوف الجغرافية، افكر بقى يعني ايه كشوف جغرافية، ايه كشوف الجغرافية دي، ما لازم افهمها عشان ادي الاجابة صح، اللي هو اكتشاف البرتغال لطريق رأس الرجاء الصالح. وطبعا في الامريكتين، بس اللي بيخصني هنا في موضوع النهاردة هو ايه، اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. اظن دي موجودة صراحة في كتاب المدرسة. يبقى هنا احط هنا على ايه بقى، اقول هنا الكشوف الايه الجغرافية، هي دي الإجابة الإيه الصحيحة. يبقى لا الحروب النابليونية ولا ضعف المماليك ولا حرب الشام، أمال هي إيه؟ الكشوف الجغرافية اللي هي المقصود بيها اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. تمام، بنقل على السؤال اللي وراه. اقتنع محمد علي، أو ممكن أقول آمن محمد علي، بأن الدولة القوية هي التي بفتح قوس تحقق العدالة الاجتماعية، يكون ميزانها التجاري في صالحها، تفرض وجودها بالقوة العسكرية، يكون لها إمبراطورية واسعة. هنا فكر، هنا الدولة القوية في نظر محمد علي هي ايه؟ بالظبط كده زي ما انت قلته، يكون ميزانها الايه التجاري في صالحها. خلي بالكم، لان محمد علي مؤمن بان الدولة القوية الغنية هي اللي صادراتها اكثر من وارداتها، يعني تبيع وتصدر اكثر ما تستورد، لان بالعقل كده انا لما ببيع بقبض فلوس، احط في جيبي فلوس. طب وبشتري، لو انا بشتري طبعا بدفع فلوس، يبقى يوم افضل؟ لا، يبقى صادراتي اكثر من ايه، من وارداتي، ويا رب نصل الى هذه المرحلة في الوقت الحاضر. رقم ثلاثة بقول هنا ايه، تم نفي سعد زغلول الى جزيرة نقط تمهيدا لاعلان تصريح 28 فبراير عام 1922. بفتح قوس، مالطا، سيلان، كريت، سيشل. خلي بالكم من حاجة، سعد اتنفى مرتين، سعد زغلول اتنفى كم مرة؟ مرتين. المرة الاولى بعد حركة التوكيلات اللي عملها وخد توكيلات من مختلف طبقات الشعب، 1919 مارس اتنفى سعد الى مالطا. الله، امال المرة التانية بقول هنا تمهيدا لاعلان تصريح، يبقى بفرق المرة الاولى والتانية ازاي؟ ما انا عايز هنا برضو مخي يشتغل عشان ما اغلطش. ما هو ممكن الناس حافظة ايه على طول، هيجي مختار مالطا، ده مالطا دي عام المرة الاولى، خلي بالك منها، بعد حركة التوكيلات. انما نفي سعد زغلول الى جزيرة سيشل امتى؟ اقول هنا تمهيدا لايه، تمهيدا لاعلان تصريح 28 فبراير. ممكن السؤال يجي بشكل تاني، بعد فشل مفاوضات سعد شرطة ميلنر، تم نفي سعد زغلول الى جزيرة برضو سيشل. يبقى نخلي بالنا من الاختيارات. طبعا خلي بالكم نمرة الف دي اللي هو الف في السؤال الاول بيبقى عليه كم درجة؟ عليه ثلاث ايه، ثلاث درجات. خلي بالكم لكل اختيار صحيح، لكل اختيار صحيح درجة، يعني احنا بنعلم كده هيحط لك درجة هنا، درجة هنا، درجة هنا. يبقى هنا ألف ثلاث ايه درجات، احنا قلنا السؤال كله من كام؟ من 15 درجة. يبقى ان شاء الله ادي اول ثلاث درجات خدناهم كده. انت علم لنفسك وانت بتجاوب، اختار تحط درجة، انا بديها لك من دلوقتي. طيب اما اقول بعد كده ما مقترحاتك لتحقيق ما يلي، انا مثلا جاي بقول ايه، أن تكون صادرات مصر أكثر من وارداتها. خلي بالكم أنا عايز أفرق برضو بين حاجتين، ما مقترحاتك وما رأيك. أنا ما بطلبش هنا رأي، أنا بطلب هنا مقترحات، نعمل إيه عشان صادرات مصر تبقى أكثر من وارداتها. مش محمد علي قال كده وعمل كده ووصل لكده؟ محمد علي وصل ولا وصل لكده؟ طب نعمل إيه؟ دي بقى مقترحاتك أنت في ضوء بقى إيه، الاهتمام بالإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري وزيادة الصادرات وترشيد الاستهلاك وترشيد أيضا الواردات اللي احنا عمالين نشتريها، ولابد ان احنا ننهض ببلدنا ونزود إنتاجنا عشان تبقى صادراتنا أكتر من وارداتنا، لأن ده فيه خير لمصر وللدخل القومي.
ده متروك ليك، الحفاظ على مصرنا الغالية من الإرهاب واللي بنتعرض ليه في هذه الأيام. خلي بالكوا برضو، شوف بقى أنت مقترحاتك، يا ريت مقترحاتك 1 2 3 4. وطبعا في ضوء توعية الشعب المصري بأخطار الإرهاب، وفي ضوء طبعا الإعلام المصري، ونشوف الإعلام لازم يبقى ليه دور في ترشيد الناس ضد الإرهاب وهكذا. طيب السؤال ده خلاص خلصنا منه، ده عليه كام؟ 4 درجات لكل اقتراح، يعني ده هيبقى عليه 2 وده عليه 2، يبقى دي كمان 4 درجات. انا بعتبرهم هدية للطالب، اوكازيون اهو، 4 درجات اهو، في اكتر من كده؟ والاربعة دول انا مش ليهم اجابة في كتاب المدرسة، ده انت من عندك. يعني انت عارفين انا عايز اقول لكم ايه، نفترض ان ده جه في امتحان اللغة العربية في موضوع التعبير، مش ممكن يجي موضوع التعبير؟ اكتب فيما يأتي أن تكون صادرات، ما هتكتب كم في موضوع التعبير؟ مش أقل من 2 صفحة. لا، أنا في التاريخ أنا عايز 5 سطور بس، رقم 1 2 3 4، ما عملش موضوع تعبير بقى. دايما إجابات التاريخ عايزها في نقط عشان ما تتظلمش في التصحيح، صدقوني والله بقول لكم بأمانة. أثناء التصحيح ساعات الطالب يبقى كاتب عناصر الإجابة كلها، كل العناصر اللي الإجابة محتاجاها واللي أنا أخذ عليها درجة كاملة، بس مش عاملها في نقط. يوم المصحح ممكن يديله عليها إيه؟ يعني افترض السؤال ده مثلا من 2 أديله 1، أو السؤال بما تفسر من 3 أديله 1، بينما هو كاتب العناصر كلها. الكلام ده كنا بنشوفه في التظلمات بتاع الثانوية العام. طيب جميل، يبقى أنا عرفت السؤال ما مقترحات. السؤال اللي بعد كده بنقل على إيه؟ نمرة جيم، جيم في السؤال الايه الاول، اللي هي عباره بين قوسين. برضه انا عايز اقول لكم على حاجه، في ناس يقولوا لي يا استاذ ايه العباره دي، ما اعرفش تجاوبها. يا عم هو بيطلب منك تجاوب العباره؟ ده العباره دي بس احنا بنعملها كده كمدخل للايه للسؤال، وعشان اطمنك حبيب انت وهو ما تقراش العباره يا عم. ها ليك عند حاجه اكتر من كده؟ ما تقراهاش، اقرا لي من اول هنا في ضوء العباره. يبقى السؤال بتاعك يبدا من اول فين؟ اهو ده السؤال بتاع العبارة من أول، وضح ما يلي. اتفقنا؟ لأن في ناس كتيرة تعمل مشكلة على العبارة. طب وسؤال العبارة ده أنا هجاوب إزاي؟ يا عم ما تقراش العبارة، فأنا بقولت لك بعمل العبارة مدخل للسؤال مش أكتر. يبقى السؤال بتاعك هتقراه من أول هنا، وضح ما يلي. أول سؤال بيقول إيه؟ الإجراءات التي اتخذها محمد علي في النهوض بالزراعة. خلي بالك إجراءات بشوف أعمال محمد علي في الزراعة، الصناعة، التجارة، التعليم، لازم يجي حاجة منهم. يعني ممكن أنا أشيل هنا بالزراعة وأكتب إيه بدل منها؟ أكتب الصناعة. يبقى ما أقول لي الإجراءات اللي اتخذها محمد علي في النهوض بالزراعة زي ما هو جاي في النموذج هنا. يبقى أنا عايز أقول لكم على حاجة، لازم يبقى عندك مفاتيح إجابة. مفتاح الإجابة هنا إيه؟ اتباع الأساليب العلمية الحديثة. وقعد انت بقى اشرح الاساليب دي. يعني لما اقول ارسل بعثات الى الدول الاوروبيه، مصريين يسافروا يتعلموا اساليب الزراعه الحديثه، ها وانت راجع معاك بقى هات في ايدك ايه؟ خبراء اوروبيين في مجال الزراعه عشان يشرفوا على الزراعه هنا. اهتم بالتعليم الزراعي فانشا المدارس الزراعيه. محمد علي، شوف 1+1=2، عشان يبقى عند زراعة حديثة وناجحة لابد من ايه؟ الاهتمام بمشروعات الري. فمحمد علي اهتم بانشاء مشروعات الري الحديثة، زي مثلا نقول ايه، شق الترعة، باجورية، محمودية، شرقاوية، بناء الكثير من القناطر، اشهرها، اشهر واحدة مش هي الوحيدة، اللي هي القناطر الخيرية. النتيجة ايه؟ تحول نظام الري في الدلتا الوكي البحري من ري الحياض، يعني الارض بتشرب مره واحده في السنه، ادي ري الحياض. ساعه الفيضان كانوا بيقسموا، قبل الفيضان بيقسموا الارض حواض، تيجي ميه الفيضان تملى الحواض، فلاح يستنى لما تجف وبعدين يزرع. الكلام ده بيحصل مره واحده في السنه. طيب ايه الري دائم؟ الري الدائم النهارده محمد علي بعد ما شق الترعه وبنى القناطر، الميه بقت موجوده في النيل بالنسبه للوكه البحر طول السنه، يبقى الفلاح يزرع مره واحده؟ لا طبعا، بيزرع اكتر من ايه؟ ممكن مرتين، ممكن ثلاثه. يبقى ده بالنسبة لمشروعات الري. محمد علي لا ننسى أدخل زراعة محاصيل جديدة في مصر زي أشجار التوت. التوت ده هنعمل بيه ناكل توت ومربي التوت؟ لا، لتربية دود القز.
ودود القصد بيعمل ايه؟ انتاج الحرير الطبيعي. خلي بالكم من دي، يعني بدل ما استورد حرير من بره، لا ده انا بنتجه هنا وبصدره. يعني شوف الذكاء بتاع محمد علي. طب خد دي، جاب نبات من الهند اسمه نبات النيلة الهندية، زرعه هنا. الله، ايه نبات النيلة؟ واحد ساعة واحد يقول له تكنيلة، بتقول له تكنيلة ليه؟ هنا النبات ده باخد الورق بغليه يديني اللون الاسود. طب اللون الاسود بعمل بيه ايه؟ محمد علي يستخدمه في صباغة المنسوجات. مش محمد علي عمل مصانع للنسيج؟ بدل ما اروح اشتري الاصباغ من بره، لا انا بنتج هنا. يعني شوف فكر محمد علي، ما احنا اتفقنا بقى، ارجع للعباره، يقول ايه؟ كان سياسه محمد علي في مصر تختلف عن المماليك، اذ كان متاثرا بايه؟ بالبيئه الاوروبيه التجاريه اللي عاش فيها قبل ان ينخرط، يعني يلتحق في الجيش العثماني. محمد علي الفكر اللي جوه مخه ده فكر اوروبي، مش فكر شرقي، كان فكر راقد في الوقت ده، ولذلك محمد علي نهض نهوض كبير جدا بكل شيء في مصر. طيب محمد علي غير بقى التوت وغير النيلة، توسع في زراعة القطن حتى أصبح القطن هو عماد الثروة القومية في مصر. بدأ تصديره للخارج منذ عام 1827. طب ده نهوض محمد علي بالزراعة. لو قال لي نهوض محمد علي بالصناعة، وخلي بالنا برضو منها، الصناعة هنا محمد علي أنشأ المصانع الحكومية اللي هي ملك الدولة في جميع أنواع الصناعات، يعني الغزل ونسيج وحبال وطرابيش وكبريت وزيوت وصابون ومدافع وزخيرة، كل أنواع الصناعات. خلي بالكم من حاجة، التي تضار بالماكينات لأول مرة، لأن قبل محمد علي الصناعة في مصر يدوية ومتخلفة. طيب مين هيشرف على المصانع؟ جاب خبراء من بره. تخيلوا محمد علي بدأ إرسال البعثات، مصريين يتعلموا أساليب الصناعة الحديثة إلى أوروبا إمتى؟ منذ عام 1809، يعني من بدري، يعني من قبل ما ينفرد بالحب. محمد علي عايز عمال للمصانع، يعمل إيه؟ أجبر الصبية على العمل في مصانع الدولة. الصبية اللي هم في سنكم كده، بقى يجيبهم كل شيخ حارة يلم الصبيان اللي عنده غصب عنهم، أولاد قاعد بيلعب في الشارع ملوش شغلة، جابه وإيه؟ دخلوا المصنع. طب أنا الواد جاي من الشارع بيلعب في الطينة، أقوم وقفه على المكنة، ها يعمل ايه؟ لازم اعمل للولاد ده ايه؟ ادربه فين؟ جوه المصنع. شوف بقى العباره، فاصبحت المصانع بمثابه مدارس صناعيه. يبقى المصنع منه مصنع ومنه مدرسه. يبقى ده نهوض محمد علي بالزراعه والايه؟ والصناعه. لو قال لي اثر تطبيق سياسه الاحتكار على الاوضاع الاجتماعيه في مصر، انا قلت الاوضاع الاجتماعيه اللي هي الطبقات اللي بيتكون منها المجتمع، العادات والتقاليد اللي بتنتشر بين الناس، بس انا اللي بيخصنا النهارده الاوضاع اللي هي الطبقات، طبقات الايه؟ الاجتماعيه. اما اقول لي اثر تطبيق سياسه الاحتكار على الاوضاع الاجتماعيه، يبقى لازم اقول له في ثلاث طبقات اختفوا، اختفاء ثلاث ايه؟ طبقات، اللي هم المماليك، الزعامة الشعبية وعلماء الأزهر، خلاص تضاء نفوذهم، التجار بسبب اتباع محمد علي الاحتكار. يبقى دول الثلاثة اللي اختفوا. طب الخمسة اللي ظهروا، أسرة محمد علي كطبقة حاكمة وبعض الأمراء الأتراك، ثم نمرة اثنين طلاب المدارس الحديثة والبعثات، الطلبة اللي اتعلموا طب وصيدلة وهندسة وتعلموا برا، دول حلوا محل علماء الأزهر. طيب نمرة ثلاثة الأعيان اللي هم أصحاب الملكيات الواسعة والمتوسطة، ثم عمال المصانع الحكومية اللي أنا لسه قايلها في الصناعة دلوقتي، الصبية اللي كانوا ما لهمش شغلة ومحمد علي وفر لهم شغل في المصانع، دول كونوا طبقة محترمة في المجتمع، طبقة عمال المصانع الحكومية. أيضا البدو، يبقى البدو دي الطبقة رقم إيه؟ خمسة. البدو دول كانوا طبقة متنقلة، ما المجتمع ما بيستفيدش منه، محمد علي جاب الزعماء بتوع البدو وادالهم مساحات واسعة من الأرض، وأصبحوا طبقة منتجة ودخلوا حياة المدنية، ولادهم بقى راحوا المدارس وتعلموا. يبقى ده أثر تطبيق سياسة الاحتكار على الأوضاع الاجتماعية في مصر. ممكن برضه يقول لي إيه؟ ما يجيبش أوضاع اجتماعية، يقول أثر تطبيق سياسة الاحتكار على مثلا نقول إيه؟ النقل والمواصلات. يعني برضو ايه، خلي بالكم من الحاجات دي. لما يقول لي اثر تطبيق سياسه الاحتكار على النقل والمواصلات، اقول اصلاحات محمد علي في مجال النقل والمواصلات، يعني اصلح ميناء السويس اسكندريه، قام بتمهيد الطرق البريه مثل الطريق بين اسكندريه والقاهره والسويس، قضى على قراصنه البحر الاحمر، الحراميه بتوع البحر اللي بيسرقوا السفن وهي ماشيه، خلي بالكم. طيب وعمل ايه كمان؟ اسس اسطوليه لمصر،
أساطيل تجارية لنقل صادرات مصر. إدي نتيجة بقى، إدي نتيجة. إيه النتيجة؟ نتيجة اهتمام محمد علي بالنقل والمواصلات في مصر. النتيجة هنا إيه؟ إن محمد علي نجح، وده عمل عظيم جدا لمحمد علي، في استعادة أهمية موقع مصر التجاري. ليه؟ لأن شركات التجارة العالمية، خاصة شركة الهند الشرقية الإنجليزية، وده أكبر شركة تجارية عالمية، استخدمت أو بقت تمر بالتجارة بتاعتها في البحر الأحمر ومصر، بدلا من الدوران حول رأس إيه؟ الرجاء الصالح. يبقى محمد علي هنا نجح في استعادة إيه؟ أهمية مصر لموقعها الجغرافي والتجاري بفضل إصلاحاته في مجال النقل والمواصلة. جميل. السؤال اللي بعد كده بقول إيه؟ طبعا احنا قلنا نرجع بقى دي تاني اهو، وضح العلاقة بين الجيش وتقدم التعليم في مصر في عهد محمد علي. هنا بيرجع يقول لي ان محمد علي يعني سبب نهوضه بمصر في جميع المجالات خدمة الجيش، ولذلك يقول ايه، هو محمد علي هنا انشأ مدارس الطب. ليه؟ لتخريج اطباء للجيش. أنشأ مدارس الهندسة لكليات الهندسة. ليه؟ لتخريج مهندسين وخبراء للجيش وللصناعات الحربية اللازمة للجيش. محمد علي هيجيب طلبة منين للكلية الحربية اللي هو عملها؟ تعليم. يبقى إذن هنا عايز يقول إن التعليم هنا أساسا معمول لخدمة الجيش. يبقى هناك علاقة وثيقة بين الجيش وتقدم التعليم في مصر في عهد محمد علي. طيب بيجي في السؤال الرابع، اللي هو الرابع على القطعة، بيقول ايه دور الاعلام في المجتمع. اظن الاعلام برضو ده اجابته من عندك، يعني الاعلام الحقيقة ليه دور خطير جدا ومؤثر جدا في المجتمع، سواء الاعلام ده مرئي تلفزيون او مكتوب زي الصحافة او مسموع زي الراديو او الاذاعات اللي المختلفة. فانت هنا بتقول دور الاعلام في ضوء ايه؟ ايجابيات الاعلام، وإن الإعلام بيخدم المجتمع، بيخدم طبعا خدمات سياسية، خدمات اجتماعية، خدمات صحية، خدمات دينية. يعني شوف هنا إيه البرامج اللي بتقدم في التلفزيون وفي الإذاعات وفي الصحف عن الثقافة وعن دور المجتمع كمجتمع، عن الدين. أظن إحنا عندنا برامج كتير ممكن نتكلم عنها، ودور الإعلام دور هام جدا، ولا ننسى دور الإعلام في المجتمع.